الوقت الزمني. وحتى هناك اقتصاد في الجهد، ما كاينش هناك واحد اندفاع يسير المقابله ديالو. هذا الفرق، فرق واضح، فرق واضح لسيسوكو 2017 2018 و2018 في هذا النزال. ونحن ندخل الجوله الثالثه. هل الطراوة البدنية اللي عند زين الزمني بإمكانها أنها تخليه بنفس الحضور حتى لو يعني لأنه الطريقة باش لاعب سيسوكو يمكن تعطينا ضربة قاعدية اللي بقات بهذا الشكل، لأنه لعيب اللي ضربات الطاقم المغربي المكون من المصباحي الزبيري وفتاح محمد يؤازر الملاكم التمساني ابن مراكش. إلا أن نلاحظ أن سيسوكو سليمان يناور يحافظ على المسافة البعيدة، يلعب باقتصاد ويسدد ليد دون. ضربات قوية من سيسوكو حذاري، لأنه يعني قلت بأنه هذه الجولة الثالثة ستكون صعبة، وإذا لم يكن عز الدين التمساني ضربة قوية يتلقاها. نعم، لأنه أصبح ما قادش يعتقد. نلاحظ ضربة قوية يعني في البداية ديال الجولة الثالثة، وقلت بان الثراوه البدنيه بامكانها ان تكون حاضره مع الترسانين، صعب جدا الغياب عن الحلبه يكون مكلف. ملاكم صراحه ملاكم جيد، ولكن سنة الغياب وحتى الحظ ما كانش عنده، لان طاح امام ملاكم سيسوكو هذا سليمان المعروف على الصعيد العالمي وهو ملاكم قوي وقوي جدا. دائما يحاول الترسماني انه يبقى واقف، والمهمة تزداد صعوبة في كل ضربة قوية لسليمان سيسوكو، واحد من أبرز الملاكمين الفرنسيين في هذا الوزن، وزن 63 كيلوغرام، يلعب بألوان الفريق المكسيكي مكسيكو غيريروس. حتى اللياقة البدنية نوعا ما تخونه خلال هذه المقابلة. يبقى على الملاكم التمثمني ان يناور وان يبحث، ما يبحثش على اللكم، ولكن يبحث على انه يساير المقابله ديالو حتى النهايه، لان الضربات ديال سيسوكو اللي كيبان عليه انه سيسوكو عارف بانه عارف بان الضربات ديالو قويه وقويه جدا، اصبحت مؤثره، لانه اصبح الملاكم المغربي كيحاول فقط انه يعني ما يتلقاش ضربات. وحتى ذاك التبات ديالو كيبان بانه ملاكم اللي عنده تجربه، ما ماشي رغم انه الضربات ديالو قويه كتدخل بقوه للملاكم التمثمني، الا انه ما كاينش اندفاع، كيقوم بصراحه ملاكم معروف ومتميز، هذا ما يمكن ان يقال عليه. كان تدخل ديال الحكم محمد برهام من تونس، حكم العربي الذي يقود هذا النزال. ونحن يعني كنلعبوا ال 20 الثانيه الاخيره، دائما مقابله لا ماشي سهله، لان هناك فارق في المستويات، ملاكم اللي معول عليه داخل الفريق الوطني. نعرف ان الملاكم التمساني هو جاء لازر فريق اسود الاطلس، وكنعرفوا هذا الوزن اللي الوزن اللي وزن من اقوى، وهو المغرب الحمد لله عنده بطل العالم في هذا الوزن. نعم، للربيعي محمد. الربيعي محمد غاب على المقابله، لان كنا لو شفنا الربيعي محمد في هذه المقابله كانت غتكون اشياء اخرى امام سليمان سيسوكو، الا ان الملاكم الربيعي كما قلنا كنتابعوا للضربه اللي كانت قويه، واللي من خلالها تم اسقاط عز الدين التمساني. لاحظوا لانه القوه واضحه، ولما يغيب الملاكم على النزالات فالصعب صعب جدا انه اول نزال يكون امام بطل كبير بشكل فرنسي سليمان سيسوكو. لاحظوا يعني حتى الفارق في النقاط بقى واضح، وهنا فاش كنقولوا فاش كتكون 8 مقابل 10 يعني ان هناك واحد الهيمنه او سيطره الملاكم الخصم. غير باش نرجع ان وزن 69 كيلوغرام يغيب عن الملاكم محمد الربيعي، لانه مطالب بان يتاقلم مع الملاكمه او بي اللي كتكون في الملاكمه اللي كتكون في الالعاب الاولمبيه. اذا هو سيتوجه الاسبوع المقبل ليخوض واحد الدوري بالمانيا بمدينه هال وهو شينستريك. نتمنى كل التوفيق لمحمد الربيعي ولاشرف خروبي في انتظار انه يكون هناك ملاكمين اخرين، خصوصا هناك بطوله افريقيه التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي والملاكمين المغاربه بدوار الكاميرونيه. الان يعني الجوله
الرابعه حتى الجمهور اصبح عارف بانه الملاكم تمثمني في حاجه معنوي معنوي في هذا النزال حتى ما فاش فانه يعني يكمل الجوله الرابعه والجوله الخامسه. وعلى كل حال فالملاكم تمثمني ومشكور لانه جاء لدعم الفريق اسود الاطلس خلال هذه الامسيه رغم انه غاب عن الحلبات لازيد 100 سنه وكان الحظ غير موفق لانه نزل سليمان سيسوكو هذا الاسم الذي تابعناه منذ سنوات انا اعرف هذا الاسم اكثر من 7 سنوات ملاكم قوي وقوي جدا كان يلاكم في وزن 60 كيلوغرام الان هو يلاكم في وزن 69 كيلوغرام وحتى السلسله العالميه تضم اقوى الفرق على المستوى العالمي بالنسبه للمجموعه الاولى هناك تصدر الفريق الاوكراني وكوبا في الرجوعه الثانيه المجموعه الثانيه الفريق البريطاني والفريق الامريكي اللي كيتواجدوا مع الاسود الاطلس المجموعه الثالثه فنزويلا في الرتبه الاولى 11 نقطه الى جانب روسيا بالتسعوديه خطوه المجموعه الرابعه تواجد اوزباكستان واذربيجان هذو من اكيد الفرق والمعروفين على المستوى العالمي بالملاكمه في اعلى مستوياتها وبالتالي هو احتكاك مهم جدا للملاكمين المغاربه ولاحظت هذه السنه فالبرمجه ديال المقابلات عرفت تغيير كبير جدا كانوا جوج ديال المجموعات مكونه من 8 ديال الفروق الان 4 ديال المجموعات مكونه من 4 فروق يتأهل عن كل مجموعة جوج ديال الفروق لخوض ربع النهائيات كان سقوط ديال الملاكمة المغربيين ثم انزلاق الآن لسليمان سيسوكو هناك لعبوا الدقيقة الأخيرة من الجولة الرابعة كيبان بأنه سليمان سيسوكو هناك ارتياح كبير فوق الحلبة فيما سماته ديال الملاكم التمثمني الذي يحاول أنه يعني يبقى بنفس يعني القوه والحضور لاحظ الخبره يناور خلال هذه الجوله الرابعه لانه عرف انه حسم المقابله ويحاول ان يسيرها الى اخر وحتى كما قلت لك لا ماتوريتي ديال البوكسور او الملاكم اللي ما تيبحثش على انه الضربه القاضيه ولا تيبحث على الانتصار بالنقاط اللي حسم النتيجه